بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كتب النصر والتأييد لعباده المخلصين، فقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أوذي في سبيل الله فصبر، وأمره الله تعالى بالهجرة فهاجر، وكافح في سبيل تمكين العقيدة ونشر دعوة الإسلام، وأيده الله بقوته ونصره على أعدائه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الأحباب الكرام، لقد أطل علينا شهر المحرم الحرام إيذانا ببداية العام الهجري الجديد، والمسلمون يستقبلون كل عام شهر المحرم بكامل الفرح والسرور، ويتخذونه بداية لتاريخهم الإسلامي. فالسلف الصالح رضي الله عنهم لما أرادوا أن يجعلوا لأمتهم بداية تاريخهم، استعرضوا ذكرياتهم العظيمة حادثة حادثة، فوجدوا الهجرة أمرا مناسبا لتاريخ المسلمين ومفتتحا لكل عام جديد. كانوا يستطيعون أن يؤرخوا بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو بيوم بعثته، ولكنهم أدركوا فقه الإسلام حين جعلوا الهجرة بداية لتاريخهم الحافل. فكان التاريخ الهجري هو التاريخ الوحيد الذي يسجل به المسلمون وقائعهم، ويثبتون به أحوالهم، ويرتبون عليه شؤونهم، كما كانوا يغتنمون فرصة العام الجديد ليتذكروا ويذكر بعضهم بعضا بما توحي به الهجرة النبوية من عبر، وما تنضح به من ذكريات وأحداث. كيف ينسى المسلمون هذا الحدث العظيم الذي أثر في مسار الدعوة الإسلامية؟ كيف ينسى المسلمون الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة؟ هذه الهجرة التي لم تكن هروبا من الواقع، ولكن كانت أمرا إلهيا لنقل الدعوة إلى حيث تؤسس الأمة الإسلامية. فما هي الدروس التي تستفيدها الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر من دروس الهجرة المباركة؟ الدرس الأول يستفاد من قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. لكن متى يكون الله مع أمة ما؟ طبعا عندما تكون الأمة مع الله، وما ينطبق على الأمة ينطبق على الأفراد. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. الدرس الثاني هو حب الوطن. فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو يهاجر يلتفت إلى وطنه مكة، وقلبه متعلق بها، وهو يقول: ما أطيبك من بلد، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. الدرس الثالث موجه للمرأة المسلمة. فها هي أسماء بنت أبي بكر تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بالماء والزاد،
تقتحم الصحراء الموحشة في رهبة الظلام، ومع صغر سنها ظلت صامدة حتى النصر. الدرس الرابع يتجلى في مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهو توجيه قوي للمسلمين جميعا في كل زمان وكل مكان إلى تحقيق الأخوة الصادقة والوحدة المتينة بين الأمة. فالوحدة هي القوة والعزة والحرية والنصر. وهناك دروس كثيرة من دروس الهجرة ينبغي أن يلتفت إليها المسلمون كلما أطل عليهم عام هجري جديد. فاللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.